خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف لواء بحري أركان حرب محفوظ طه مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سابقا. صباح الخير على حضرتك يا فندم. وبعد التحية، النهاردة العيد 57 للقوات البحرية المصرية، ويمكن واحنا بنتكلم على هذا التاريخ تحديدا هو التاريخ اللي بيوافق ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات، والحقيقة ده كان في توقيت دقيق جدا بعد نكسة 67. لو تكلمنا يا فندم على هذا التوقيت الدقيق وأهمية هذه العملية وقتها. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. وطبعا بالنسبة للذكرى دي ذكرى تعتبر ذكرى عالمية، لأن لأول مرة يعني سجل التاريخ العسكري البحري أول هجوم بالصواريخ المضادة لسفن السطح كان من لانش صواريخ مصري اللي هو يوم 21 أكتوبر سنة 67. وطبعا دي كانت في ظروف نكسة، يعني لما نيجي نشوف المشهد على مستوى العسكري والسياسي ساعتها، طبعا كنا بنعاني من هزيمة قاسية، الحرب لم يخوضها القوات المسلحة، كلنا حاسين بالمرارة. وعملية إغراق، أنا بعتبر أن عملية إغراق إيلات كانت إغراق للغطرسة الإسرائيلية اللي كانت بدأت بقى يخشوا المياه الإقليمية ويطلعوا منها ويتصرفوا تصرفات مخالفة للقانون الدولي، على اعتبار أن ما فيش رد من البحرية المصرية في ذلك الوقت نتيجة للقيود السياسية طبعا، وللوضع العسكري اللي كنا فيه كان لسه بيتم بناء التجمعات القتاليه طبقا للخطه الدفاعيه اللي هي بعد النكسه. بيتبنى لسه تجمعات قتاليه على القناه وبيتعمل لسه تجهيزات هندسيه والى اخره يعني. فالحقيقه ان دي كان لها صدى عالمي كبير جدا نتج عنه انه يعني كل البحريات في العالم بدات تدرس موضوع استخدام الصواريخ ضد سفن السطح وغيروا في نظم الدفاع ضد الصواريخ. النهارده كل مركب من المراكب اللي حضرتك يعني حطت يعني ظهرت في العرض اللي حضرتك عملتيه من دقيقتين، كل مركب من دول شايله 5 نطاقات دفاع ضد الصواريخ حاليا. جميع سفن العالم سواء كان حرب الكترونيه او مدفعيات او صواريخ مضاده للصواريخ، يعني حصل انقلاب في نمط الحرب البحريه. عظيم جدا. طبعا كانت نقطه تحول يعني على المستوى الشعبي، كل الجيش المصري كله كان في حاله فرحه عارمه، وجت يعني والشعب المصري والشعوب العربيه، لان يعني الموضوع ده اظهر ان اراده القتال لا زالت موجوده، وان الجندي المصري لو خد فرصه انه يقاتل هيضرب وهيشتغل وهيقاتل وهينتصر باذن الله. عشان كده بنقول عنها دايما يا فندم ان هي اكبر ضربه بحريه ضد اكبر الوحدات الإسرائيلية في هذا التوقيت. طيب مرورا بالسنوات اللي فاتت، ايه هي اعمال التطوير والتدريب وإعادة التأهيل والتحديث المستمر اللي عاشتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية؟ هو الحقيقة يعني كلنا بنتوجه بالشكر للقيادة السياسية منذ ان تولى السيد الرئيس السيسي بقيادة الامور سنة 2014. القوات البحرية شهدت تطوير غير مسبوق. اولا حصلنا على وحدات لم نكن نحلم بها اصلا، احدث ما في العصر، ودي عمرها ما حصلت في القوات البحريه عشان حضرتك تبقى عارف ان كنا بنشتغل بوحدات من الحرب العالميه الثانيه وبناخد وحدات اصلا مستعمله. ثاني حاجه طبعا ده استخدمها رفع مستوى التدريب في كل المعاهد والكليات المسؤوله عن تدريب الضابط وتاهيله وصف الضباط الى اخره. برضو التنظيم، اعيد التنظيم كله بحيث ان اصبح في اسطول في البحر المتوسط وفي البحر الاحمر. حصل تطور كبير جدا جدا في عدد طلعات البحر وعدد المهام اللي بقت مكلفه بيها القوات البحريه. حصل تطوير شامل في القوات البحريه، يعني مش مجرد اسلحه حديثه بس، يعني تطوير عظيم في كل عناصر القوات البحريه. هي فندم بالفعل يعني حتى يمكن زي ما حضرتك تتحدث في السنوات الاخيره بالفعل شهد الاسطول البحري المصري يمكن تطورات كبيره جدا جدا جدا، وحسب كمان اخر تصنيف لموقع جلوبال فاير باور انه في المركز السابع عالميا.
ده كلام سليم، ده تقييم بتاعه، انما في تقييمات اخرى ولكن حقيقة على ارض الواقع ده كان له مردود سياسي كبير جدا. كلنا نذكر ان في يعني بعض القوى الإقليمية كانت متصورة انها عشان عندها تفوق عددي ونوعي في القوات البحرية انها ممكن انها تاخد حقوق او تفرض حقوق غير قانونية لا تنطبق مع القانون الدولي، بالذات في ترسيم الحدود البحرية. والكلام ده كان في 2018 2019، كلنا نذكر هذا. القوات البحرية قامت بدور كبير جدا، هو دور صامت، لكن اصلا البحر يعني انت عارف حضرتك ايه، او يعني منطقتنا بالذات اصبحت مسرح للمنافسه. احنا كسبنا المنافسه والتحدي في هذه المرحله بايه؟ بقوات بحريه متطوره وقادره على ان هي تحمي، يعني ما دام حضرتك دلوقتي اصبحت مقدراتنا الاقتصاديه صحيح اكثر من 100 ميل، يبقى انا لازم يبقى انقل الحدود بتاعتي الى ابعد من هذا. يعني اذا المساله مش مقتصره فقط على دورها في وقت الحروب، لكن كمان في وقت السلم لحماية المقدرات في البحرين الأحمر والأبيض. كل شكر لحضرتك سيادة اللواء بحري أركان حرب محفوظ طه مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سابقا.